مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحيفة، واللي حيقدم لكم أهم الأخبار اللي تناولت الصحف، ونبدوها بعناوين الصفحة الأولى في جريدنا المحلية. وعناوين الصفحة الأولى من جريدة المستقبل: المنفي، مؤسسة النفط تعمل تحت شرعية الحكومة المؤقتة. في المستقبل أيضا: تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات في شوارع بنغازي. إلى بوابة أفريقيا: بلد الكفرة يحمل الرئاسي والبرغثي مسؤولية الهجوم على جدابية. الوسط: عبد الحفيظ غوكا سنقدم للصادق الغرياني للقضاء بتهمة التحريض على القتل والعنف. وفي الوسط أيضا: مصدر عسكري بريطاني يكشف عدد مقاتلي داعش داخل سرت عبر تكنولوجيا متطورة. وإلى صحيفة المرصد: لاستامبا الإيطالية، تحرك قوات الغرياني باتجاه برغا سينتهي إما بتقسيم البلد أو بمواجهة دموية مفتوحة بين مصراتة وحفتر. والختام مع المرصد أيضا: ديلي ميل بالمومسات والرحلات الفاخرة والرشاوي، خدع بنك جولدمان ساكس مسؤولين ليبيين، وخسرت ليبيا مليار دولار. وبعد ما كملنا المحلي ننتقل إلى الصحف الدولية وعناوين صفحاتهم الأولى، ونبدأ بصحيفة العرب اللندنية: إعلان حالة النفير العام في ليبيا مع تنامي حجم التهديدات الإرهابية. الشرق الأوسط: بريطانيا، معسكر البقاء في أوروبا يستعيد زخمه بعد مقتل كوكس. عكاظ السعودية: سفاح أورلاندو أدى العمرة برفقة 12 شرطيا من نيويورك. الرأي الكويتية: الجيش الجزائري قضى على داعش بالكامل. السفير اللبنانية: 1.5 مليون لاجئ في لبنان. الحياة اللندنية: رئيس الحزب الكردي في تركيا مهدد بالسجن 480 سنة. والختام مع المصري اليوم: المحلة الكبرى، قلعة صناعية تحت حصار القمامة. وبعد ما كملنا جولتنا في الصفحات الأولى للصحف المحلية والدولية، ننتقل لفقرة الرأي، واللي حنشوفوا فيها آراء الإعلاميين والشخصيات العامة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. الإعلامي أحمد المقصبي متهكما: بريطانيا التي لا تغرب عنها الشمس، وبوسليم التي لا يهرب عنها الضيء، هاشتاج غنيوة. الإعلامي محمود البوسيفي: يا أيتها الفضائيات الليبية، إذا دعتك قدرتك على تبغضيد المشاهد تذكري قدرة الريموت عليك. عبد الحكيم فنوش: ليس هناك حبوب وعي ولا مراهم تحضر لنستوردها بأموال الزفت. والختام مع الناشطة مرفت دوما: طق حنك، تنبيه من شركة المياه على كل مواطن قفل جميع الحنفيات واستعمال واحدة فقط خوفا من الإطفاء العام والموت عطشا. وبنهاية فقرة الرأي ننتقل إلى لقاء الصحيفة مع الناشط الحقوقي سعد العكر، والذي توجهنا إليه بسؤالنا: ماذا تنتظر من البرلمان الليبي؟ في الحقيقة البرلمان الليبي عليه عبء كثير أو كبير، لأن مجلس النواب حقيقة فيه أصوات وشخصيات وطنية يعني تحملت وعلى كاهلها تحدي المجتمع الدولي برفض هذا الاتفاق ورفض هذه التجاوزات، وهي شخصيات تعد على الأصابع اليد الواحدة. إذن أنا أخاطب هذه الشخصيات وأنتظر منهم الصمود والوقوف في وجه هذه الخطة الأطلسية التي تحرك داخل ليبيا عن طريق بيادق معينة، الوقوف مهما كان الثمن ومهما كانت العواقب لوقف هذه الخطة وعدم تمرير هذا الوفاق وعدم اعتماد هذا المجلس إلا من خلال الشروط التي يوافق عليها مجلس النواب وهؤلاء الأعضاء. أما غير ذلك نحن ندعمهم ونأمل منهم في الأيام القادمة أن يقفوا صفا واحدا، وكذلك يعني نشد على أيدي بعض النواب الذين لا نريد أن نقول قفزوا من الوفاق السياسي، لكنهم قد رأوا بأن هذا الاتفاق وهذا الوفاق غير مجدي وهو مجرد مسكنات. نحييهم ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق، والشارع الليبي والشارع البرقاوي تحديدا يدعم هؤلاء الأشخاص. وبانتهاء لقاء الصحيفة ننتقل إلى الصفحة الأخيرة مع
عكاظ السعودية، الصين توقف بيع آيفون 6 وآبل مصدومة. وجه مكتب براءات الاختراع في بكين تحذيراً لشركة آبل بضرورة إيقاف بيع أحدث طرازات هاتفها الذكي وتحديداً آيفون 6 لانتهاكات في براءة تصميماتها. موفقاً للقرار الصيني، فإن آبل انتهكت حقوق الخاصة بتصميمات شركة مصنعة محلية تدعى تشينجز بيلي، مشيراً إلى أن تصميمات هواتف آيفون 6 و 6 بلس قريبة الشبه من الهواتف اللي تصنعها الشركة المحلية وتحديداً مع عائلة 110. وفقاً لتقديرات المحللين، فإن القرار الأخير سيقلق آبل، خصوصاً أن الصين أكبر وأهم أسواق الشركة خارج الولايات المتحدة. وإلى القدس العربي، فيلادلفيا أول مدينة أمريكية تفرض ضريبة لمحاربة السمنة. أصبحت فيلادلفيا أول مدينة أمريكية كبرى تفرض ضريبة على المشروبات السكرية في محاولة للحد من السمنة، وتعد هذه الخطوة من جانب خامس أكبر مدينة أمريكية صفعة كبرى لصناعة الصودا القوية، حيث تم فرض ضريبة 1.5 سنت لكل أوقية من المشروبات اللي تحتوي على السكر. وبينما سيتم تخصيص العائدة الناتجة عن تلك الضريبة لتحسين التعليم وموارد العامة الأخرى مثل المنتزهات، فإنها تهدف أيضا إلى عدم تشجيع الممارسات الغذائية الغير صحية في الوقت اللي تشهد فيه معدل السمنة ومرض السكري مستويات عالية للغاية في الولايات المتحدة. والختام، العرب اللندنية، ليزر يغير لون العيون إلى الأبد. بعد التقنية الجديدة ما عاش في حاجة للعدسات اللاصقة الملونة، فقد توصل طبيب عيون أمريكي إلى تكنولوجيا جديدة تستطيع تحويل لون عيون من البني إلى الأزرق عبر استخدام أشعة الليزر. ويقول الطبيب غريك هومر إنه يعمل على تطوير هذه التكنولوجيا من 10 سنوات، وبأنه توصل أخيرا إلى طريقة تغيير لون قزحية من دون الإضرار بأنسجة العيون. وقال هومر إن الأمر قابل للتطبيق على كل البشر، لأن العيون البنية تحتوي على طبقة زرقاء تحتها مباشرة. وقال هومر إن التجارب اللي تمت حتى الآن لم تتسبب بأي ضرر للأنسجة، وبأن ما زال يقوم بتجارب جديدة تمتد لعام قبل أن تتوفر العملية أمام الراغبين. ومع كاركتير الصحف العربية نكون وصلنا لنهاية البرنامج. وفي الختام، صحيفتنا معاكم لحظة بلحظة.